من وين بدنا ناكل اليوم؟ اليوم مش بس رح ناكل، رح نسهر كمان بستيك بار سوشي بالنقاش. ستيك بار سوشي فاتح فوق ميزون ام. هيدا المحل عادة بيقدم كل انواع اللحمة والسوشي، واليوم كنا معزومين على السهرة لعنده. رح فرجيكم المحل وكمان رح ندوق اطيب الاكل. الاستقبال كان كتير حلو، وهون عم نشوف الديكوريشن تبع المحل قديش مهضومة. الموظفين كانوا كتير قريبين منا وكتير كانوا مهضومين وما خلونا نعود شي ابدا. وبالنسبة للموسيقى والجو كانوا كلهم بيرجعونا لأيام الثمانينات، والدي جي كان مولع الجو كل الوقت ومخلينا كتير مبسوطين بالسهرة. في اشي حتى ما لحقت صورتلكن اياها من الابيتايزرز. اما بالنسبة للسلاطة اللي قدموها كانت جاية من مزارعنا، لانه كل ايام زمان بالثمانينات كان كل شي ينزرع ويتاكل من الارض. كتير كانت الفكرة حلوة، وخصوصا انه نحنا كان فينا نروح نسكب بقلب هيدا الرفش الصغير. سمك البزرة والدونات وكمان الانديفيا اللي بقلبه سالمان، كل شي كان عم يتقدم بطريقة سوبر مرتبة، وكانوا الاكلات كتير طيبين. هولي التشيكن بانيه مع صوص عوجون والفرايد رايس وفرايد اونيون كمان كانوا كتير طيبين. والسوشي اللي تقدموا كان فيهم كتير انواع، وانا ما لحقت صورتهم كلهم. اما بالنسبة للدرينكس تعالوا نشوف سوا كيف بيتحضروا. من هيدا الشلال اللي كتير مهضوم رح ينزلوا الدرينكس على قلب الفنجان تبعنا ويتزينوا بالريد فروت. شيرز. وهون مثل ما بيقولوا كانت عم تتحضر الماستر بيس، يلي هي اللحمة المطبوخة لوقت كتير طويل. كانت سوبر طيبة، وقد ما طيبة انا كنت عم باكلها حتى بلا الصوص اللي بتتقدم معه. وبيتقدم حدها كمان بطاطا مع صوص بشاميل. اما لمحبين السيفود كان في بوت كتير كبيرة فيها سيفود ميكس كراب وسيشيلز، وبتقدم معهم بطاطا، وكمان مقدم حدهم كان زبدة مخلوطة مع شي سبيشل لهم. ومعقول نخلص كل هولي وما يطلع لنا دسير بذكرنا بطفولتنا؟ دسير كان مؤلف من كورن فليكس مع خلطة كتير طيبة، وحده مارشميلو وبول شوكولا وموس. أكيد بنصح الكل يروح على ستيك بار سوشي.